يعني زي ما احنا كنا بنتكلم مع حضراتكم من بداية الحلقة، النهاردة بنحتفل وبتحل ذكرى ميلاد ملحن صاحب موهبة استثنائية في عالم الموسيقى والغناء، اللي اتشهر بألحان رائعة وقدرته الفريدة على التعبير عن المشاعر من خلال الموسيقى. أعتقد احنا طول الحلقة بنحاول ان احنا نلبي طلبات حضراتكم من أغاني المبدع والعملاق بليغ حمدي. يعني في الحقيقه احتفال بذكرى ميلاد بيتزامن مع انتصارات اكتوبر، فلما هنقول بليغ حمدي هنقول بسم الله الله اكبر بسم الله، يعني اغاني وطنيه او اغنيه وطنيه، يمكن من الاغاني الفريده وخرجت من المبنى ده، من مبنى بسبيرو. صحيح. خلونا واحنا بنتكلم على يعني ذكرى ميلاد العبقري بليغ حمدي نلقي نظره على حياته واسهاماته في يعني العمل الفني والإبداعي، تحديدا مؤلف كتاب بليغ حمدي سلطان الألحان، وهو الأستاذ أيمن الحكيم اللي منورنا دلوقتي ومشرفنا على الاستوديو. صباح الخير يا أستاذ أيمن. صباح النور وصباح النصر وصباح الطرب. يعني سلطان الألحان، كلمنا عن سلطان الألحان. لا ده بليغ ده حدوته كبيره الحقيقه. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ لا ده حب ايه، دي اول لحن ليه عمله لست ام كلثوم. بالمناسبه بليغ كان يحب اللحن ده جدا لسبب يعني غريب على وهو ده، وهو الاستاذ محمد حسن الشجاعي ده كان المسؤول عن الغنى والموسيقى في الاذاعه المصريه، ده كان راجل مهم جدا، وده رفض يعتمد بليغ في البدايه كملحن. قال له يا بليغ يعني لازم تروح تدرس، انت عايز تنافس عبد الوهاب والصنباطي والاصابجي، وكان في اساطين، كان في اسطوات كبار في التلحين في الوقت ده، قال له عشان تنافسهم لازم تروح تدرس تتعلم الاول مزيكا، ورفض ان هو يعتمده كملحن في الاذاعه، اعتمده كمطرب على فكره. وتاني يوم اتذاعت الحفله بتاعت حب ايه، الحفله الخميس، الجمعه لقى في تليفون في البيت الاستاذ الشجاع عايزه، قال له تعدي عليا في الاذاعه. فقال له ما تقوليش، قال له الجمله الكلاشيه، انا كنت بقرص عليك عشان تطلع افضل ما عندك. ايوه تمام. عارفها الجمله دي، اتقالت كتير في المبنى طبعًا. ده بس الحقيقه بليغ كان سعيد ان الاستاذ الشجاع كلمه وقال له تعالى اعتمدك كملحن، ده كان بعد اغنيه حب ايه. طيب يعني استاذ ايمن، عايز اعرف برضو من حضرتك، الحقيقه بليغ حمدي يمكن اللي بص لبدايته حتى من وهو طفل، والده كان عنده نزعه فنيه برضو لكن اختار ان هو يعني المجال الاكاديمي والتدريس وما الى ذلك، لكن هو كان بيشجعه دايما على ان هو ينمي موهبته، بعد كده والدته قررت ان هو لا يخش حقوق، وبعدين بقى ابتدينا ندخل في 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 فرقه كده وسع قلبك، ابتدينا حاجات كده كتير. من ساعتها بليغ حمدي كان ليه بصمات في كل حاجه بيعملها من بدايته خالص، يعني لما نقول انه اول لحن او من بدايه الحانه تخنوه، يعني اعتقد دي موهبه يعني فذة. لا جدا، حتى من قبل كده يعني، حتى يعني الله يرحمه كان اقول كبير الدكتور مرسي سعد الدين الكاتب الصحفي الكبير. انا كنت يعني الحقيقه كان ليا حظ ان انا اتشرفت ان انا عرفته فتره، فكان بيقول لي يعني فتره من فترات كان في البيوت المصريه يجيبوا مدرس بيانو يعلم البنات الصغيرين يعني ازاي يعزفوا بيانو. فكان عنده اختينه صحيح، فجاب لهم يعني ابوهم جاب لهم مدرس بيانو، فكان بليغ اصغر واحد، فكان يقعد في زاويه كده في جنب يقعد يعني يسمع، فالمدرس بعد شهور حب يختبرهم، يختبر البنات في المزيكا، فمحدش يوم عرف، فبليغ نط كده من تحت الكنبه قال له يا مستر يعني ممكن اعزف انا، فعزف نفس الحاجات اللي المدرس كان بيعملها، فده موهبه ربانيه الحقيقه بليغ. وزي حضرتك ما قلت كان ابوه فعلا كان غاوي مزيكا، كان بيحب المزيكا وكان بيعمل صالون في بيته، وكان له اصدقاء من الوسط الفني والموسيقي زي الاستاذ الاصابجي. يعني الاستاذ الاصابجي هو المربي بليغ الحقيقه. وبرضه حضرتك ما قلت والدته كانت رافضه، انت والده طبعا توفى وهو صغير كان 11 سنه ولا حاجه. فوالدته 14 تقريبا 14 فوالدته خافت عليه، فعايزه يتعلم، عايز يبقى معاه شهاده جامعيه. فرفضت في البدايه ان هو فعلا يعني يروح معهد الموسيقى، واصرت ان هو يدخل حقوق. وعلى فكره بليغ لغايه اخر وقته كان طالب، يعني قعد طالب في كليه حقوق ما اتخرجش منها يعني. صحيح. طيب ايه يعني دايما ورا كل لحن بيعمله بليغ حمدي بيكون في قصه، بيكون في حكايه، بدايه من يعني زي ما قلت حب ايه والنقشبندي مولاي،
وادي الحب اللي كان وغيرها. ايه اكتر حاجه بتتذكرها من القصص دي ودايما بتفتكرها يعني؟ اكتر حاجه بتذكرها الحقيقه اغانيه في حرب اكتوبر. دي قصص عجيبه جدا يعني. على يعني بليغ سمع ان احنا انتصرنا يعني ساعه يعني بعد البيان الاول يوم 6 اكتوبر. كان على فكره كان لسه عريس يعني، بليغ كان لسه متجوز ورده يعني، هو اتجوز في مارس 73. نعم. فكلم الاستاذ وجدي الحكيم، الاستاذ وجدي الاذاعه الكبير وكان مسؤول عن الغنى في الاذاعه وصاحبه. كلمه في التليفون قال له وجدي انا عايز اعمل اغاني وطنيه، مش ينفع ان احنا نسكت، ما ينفعش نقعد في البيت كده يعني. فقال له بليغ ما فيش ميزانيه، وثانيا في طوارئ، ما فيش دخول المبنى اصلا يعني، صعب جدا نعمل لك تصريح. فالاستاذ وجدي بيحكي لي بيقول لي انا نسيت المكالمه ونسيت بليغ، اتشغلنا يعني. بعد ساعه لقيت بليغ على الباب المبنى، هو ووردة ومعاه العود وعايز يدخل، لازم مصر ان هو يدخل. فكلموا بابا شارو رئيس الاذاعه ودخلوا. بابا شارو قال له يا بليغ ما فيش ميزانيات، نفس الكلام، وما يعني ما عندناش ميزانيات ننتج اغاني. قال له انا مش محتاج ميزانيه، ده الحس الوطني. قال له انا مش محتاج، اول انا متنازل عن اجري واجري ورده، والفرقه الموسيقيه انا كلمت الاستاذ احمد فؤاد حسن الفرقه المسيحيه هيجوا، انا متحمل اجرهم. الكورال انا متحمل اجره، وبالمناسبه بليغ كمان كان بيجيب لهم اكل على حسابه من بره المبنى. فالحقيقه هو اللي تحمل الجزء الغنى الوطني في حرب اكتوبر. كانت اغنيه ايه؟ اول حاجه عملها طبعا هو كلم الاستاذ عبد الرحيم منصور، قال له تعالى بسرعه على المبنى. عبد الرحيم منصور ده كان الشاعر، كان اقرب شاعر ليه في الوقت ده. نعم. عبد الرحيم منصور ده شاعر مهم الحقيقه. ده حقيقي. فقال له تعالى، فقعدوا في استوديو 46 في الاذاعه في ركن كده، الاستاذ عبد الرحيم يكتب في ساعات معدوده، كانت حوالي الساعه 6 مساء يعني، بعد ما فيش يعني كانوا قاعدين يشتغلوا يعني. الاغنيه كانت الاذاعه الساعه 12 بالليل. بتتكلم في اغنيه اتعملت في 4 5 ساعات يعني. وكان اعتقد، بس انا مش متذكره بالظبط اي اغنيه يا استاذ ايمن، بسم الله ولا كانت على الربابه، اعتقد ان كان من ضمن المواقف الحماسيه واللطيفه في نفس الوقت ان ما كانش فيه كورال، قال لهم ما أيوة. فيش كورال، فلم العاملين ودربهم عشان هم اللي يغنوا، هم اللي يقوموا بدور الكورال عشان يقدر يسجل الاغنيه. ده معلومه صحيحه. هو طبعا ما كانش فيه طبعا يجيب كورال منين، هو صح؟ جاب صحيح. ده بسم الله اغنيه، كان اول تسجيل لاغنيه بسم الله. ما فيش كورال، فجاب العمال في الاذاعه ودربهم سريعا يعني، مرنهم على الاغنيه وغنوا. اول تسجيل كان بكورال الاذاعه اللي هم العمال. بعد كده جت الفرقه المسيه وجا الكورال وعادوا تسجيل الاغنيه. يعني انت متخيل الحماس كان قد ايه؟ وبالمناسبه بما ان احنا بنتكلم عن الاغاني الوطنيه، يعني مش بس الحقيقه يمكن اغاني انتصار حرب اكتوبر طبعا العظيم، لكن حتى يعني حتى الاغاني ما بعد نكسه 67، يعني هو كان عارف ازاي يعمل توليفه ما بين ان هو احنا في حزن وفي احباط، ولكن في نفس الوقت ان هو بيشحن الناس مره ثانيه وبيديهم امل. كان بيغني لمصر يعني. صحيح. بليغ في فتره حرب الاستنزاف عمل اغنيه عايشه لغايه النهارده يعني. في وجدان اي مصر تلاقي الاغنيه دي، يا حبيبتي يا مصر. طبعا. لانه كان بيغني للبلد، لمصر، يعني الوطن. صحيح. عمل اغنيه بعد النكسه الحقيقه كانت اغنيه يعني الحقيقه رفعت الروح المعنويه بشهاده الناس اللي عاشوا الفتره دي، اغنيه عدى النهار. عدى النهار طبعا طبعا. طبعًا. كلمات الاستاذ عبد الرحمن الابنودي وغناها عبد الحليم حافظ. وكان الحقيقه من الحاجات ان الرئيس عبد الناصر نفسه كان بيتصل بالاذاعه المصريه يقول لهم ذيعوا الاغنيه دي، ذيعوا الاغنيه دي، لانها بتدي امل، بتقول مصر موال النهار، مصر دي عمرها ما تظلم، مصر دي هتقف على رجليها من جديد. فكانت الاغنيه بتدي امل. فالحقيقه دي من الاغاني اللي عايشه يعني طبعا عدى النهار. صحيح. فالحقيقه لا، بليغ كان ملهم جدا، لو كان بيعمل الاغنيه الوطنيه من قلبه يعني، هو حاسس بيها مش مجرد اغنيه في المناسبه، لا بالعكس هو حاسس كل طبعا طبعا. طيب عايز اسالك على دور بقى يعني واحد من اهم فنانين عصره وكمان من اهم المؤثرين في حياه بليغ حمدي، الفنان الكبير محمد فوزي. صحيح. فوزي كان بمثابه الاب الروحي لبليغ يعني. بليغ على فكره راح لمحمد فوزي كمنتج، كان هو مدير شركه الاسطوانات، وبليغ كان في الوقت ده كان مطرب، كان بيعمل اغاني. ففوزي الحقيقه او يعني من الناس البدايات اللي قال له يا بليغ انت ملحن موهوب جدا، فيعني ركز في التلحين،
ده رغم ان الفوزي مرحن يعني منافس، رغم كده الحقيقه كان مقتنع بموهبه بليغ، وهو اللي قدمه للست ام كلثوم. قال لها في ولد موهوب جدا ممكن يغير تاريخ المزيكا في البلد، وقدمه ليها. وطبعا ام كلثوم الحقيقه برضه كانت ست ذكيه جدا، لماحه، صحيح. عرفت ان الولد ده موهوب جدا، رغم ان على فكره كتير من الملحنين الكبار حول ام كلثوم كانوا انتقدوها، يعني انت بعد زكريا احمد والصنباطي والاصابجي جاي تغني لشويه من الحان شويه عيال، هم كانوا شايفين جيل بليغ ده ايه العيال هو والموجي وكمال الطويل هتغني فيه، بس هي كانت مؤمنه جدا بيهم، موهبه بليغ. والحقيقه يعني بليغ عمل لام كلثوم 11 اغنيه، انا اعتقد ومعايا كتير من الناس ان الاغاني دي جددت شباب ام كلثوم. صحيح. ام كلثوم في الفتره دي كانت محتاجه جيل الشباب اللي راح لعبد الحليم حافظ، الحليم كان مطرب الشباب في الوقت ده. فهي عايزه جمهور اللي عند عبد الحليم، عايزه جمهور الشباب الجديد، الاجيال الجديده. فكانت من الذكاء ان هي تجيب ملحن شاب يعمل نغمه جديده، نغمه متطوره. وبليغ قدر يجيب لها فعلا جمهور كتير من الشباب. استاذ ايمن، يعني حضرتك بتتكلم على فنان عنده نوع من انواع الرقي والانسانيه، لان كلنا كنا عارفين قصه الحب ايضا المتوهجه ما بين بليغ وورده، ولما رحلوا عن بعض شفنا الشياكه في الردود. يعني شايف القصه دي ازاي، وايه اللي انت عرفته عن بليغ وما كتبتوش في سلطان الالحان؟ الحقيقه قصه حبه لا جدا والله، الحقيقه قصه حب الورد دي الحقيقه دي قصه دراميه جدا على فكره. يعني ورده حبت بليغ قبل ما تشوفه وهي لسه طالبه ثانوي في باريس هناك، صحيح. وهو حبها ما قبل ما يشوفها لما سمع صوتها. فانت قدام قصه الحقيقه وقصه حب طويله جدا ومرت من مطبات، يعني هي اتجوزت وهو اتجوز، ورغم كده الحب ما انتهاش، ومجرد ما شافوا بعض بعد كام 10 سنين اتجدد الحب واتجوزوا. فكانت قصه يعني الحقيقه غريبه جدا، وهو قدم لها اجمل الحان ورده الحقيقه، كانت من اجمل غنى ورده كان من الحان بليغ، يعني حوالي 101 اغنيه الحقيقه قدمها لها. اجمل يعني تحس فعلا فيها حاجه، فيها حاجه مختلفه، يعني فيها صدق، فيها احساس. اللي عايز اقوله لك ان اخر طلب لبليغ في هذه الحياه وهو في مستشفى جوستاف روسي في باريس قبل ما يموت بمفيش يعني دقائق، حد صاحبه هناك الاستاذ محسن الخطاب ده كان يعني مساعد ليه ومقرب، كان طول الوقت معاه، طلبه في التليفون وقال له تعالى لي بسرعه المستشفى. لقاه في حاله الحقيقه كانت صعبه، حاله صحيه، فكان اخر طلب لبليغ قال له ما تحاول تكلمني ورده في مصر. تخيل يعني اخر طلب ليها. فلا بليغ اتجوز، يعني على فكره رغم ان هم اتطلقوا مثلا او انفصلوا سنه 79، بس لاخر وقت الحقيقه يعني بليغ عاش بعديها لغايه 93، يعني شوف حوالي يعني 14 سنه، كانت ورده هي قصه حبه، وهي وكل ما يعمل لحن جديد يكلم ورده يسمعه لها. فدي قصه، لا دي قصه ملهمه، دي من الحاجات اللي تتحط جنب عنتر وعبله. دي حقيقه، يمكن زي ما حضرتك بتقول يا استاذ ايمن، حتى ممكن الشباب اللي لسه حتى دلوقتي مش عارف بالظبط اغاني بليغ ايه، ممكن يكون بيسمع عن بليغ حمدي بس عارفين بليغ حمدي وقصه حبه مع ورده. يعني الحقيقه فنان كبير وعملاق، وبشكر حضرتك انك دونت قصته في كتاب لان هو يستاهل الحقيقه. بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ ايمن الحكيم الكاتب الصحفي.